ومن ثمار التقوى أن التقي من أولياء الله تعالى. دار تبقى ولي هاي ما إلا يجيب لك سبحة وبخور ويكون أبوك شيخ فلان حتى أنت تبقى ولي. لك أنت منو؟ محمد. محمد ود منو؟ ود عمر. لا ما ولي. وأنت؟ والله أنا عثمان. عثمان ود منو؟ عثمان ود يادين. لا ما ولي. وأنت؟ أها اسمي محمد. محمد ود منو؟ ود حسنين. ما ولي. وأنت؟ والله أنا اسمي تاج السر. تاج السر ود منو؟ ود الكباشي. بس انت ذاته يا ذول. ولايه بالابو؟ الولايه بالابو يا ناس ولا الولايه بالايمان والتقوى؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا شنو؟ يتقون. مؤمن وتقي انت بتكون ولي لله تعالى، كما قال ابن كثير وكما قال السعدي رحمه الله تعالى وجمع من المفسرين. والآية واضحة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. عشان انت ما تقول أنا ماسك في الأولياء، وقال لك لا خوف عليهم، هم ذاتهم الأولياء ذاتهم، مش لا خوف على الذين ينادونهم ولا هم الأولياء يعني يحزنون. الكلام ده لهم مش للناس اللي بيتعلقوا بهم. ما قال لا خوف شنو عليهم، على الأولياء يعني، مش لا خوف على الناس اللي بيتعلقوا بهم. هسه ينادي في الشدائد يا فلان الحقنا، تقول له ده ماله؟ يقول لك ده ولي. والولي أجارك الله لا بيطبق السنة وشغال بالبدع وزول دجال كذاب وتعلف ودوران حاجات كثيرة جدا. زول ولي بيقول أنا بعلم الغيب، ده ولي يخالف كلام الله كذي صادمه طق كذي. الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، مش واضحة؟ وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ده يقول أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ده يكون ولي؟ والله ده ما ولي لله تعالى. البصادم القرآن والله ما ولي. وده ما ولي، ده ما ولي. البصادم كلام الله ده عدو لله تعالى. وده بتاع الختمية اسمه عبد الله العيدروس في كتاب محمد عثمان المرغني بتاع الختمية، وكتاب بعنوان فيوض البحور المتلاطمة. ذاك الثاني بتاع القادرية يقول أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمة، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده ولي لله تعالى؟ ده بتاع القادرية. ده بتاع السمانية اللي هو عبد المحمود نور الدايم، مؤلف له كتاب اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية. والناس لما يقول الأولياء في السودان ده بيربطوها بالصوفية، وديل ما أولياء، ما تزعل كلام البحر الزول، لكن والله ده خير لك، ما تزعل. خير في الليل تتقلب في المخدة وتصحى نظيف موحد كويس، تكون أمورك واضحة. لكن تمشي متكيف من المحاضرة وانت ما فهمت الحاصل، تكون غشيناك. والله الذي لا إله غيره. زول في النصرة العلمية يقول عن عبد القادر الجيلاني، يقول قال الشيخ عبد القادر الملائكة لهم شيوخ، الملائكة لهم شيوخ، والجن لهم شيوخ، والإنس لهم شيوخ، وأنا شيخ الكل. أنت فاهم كلامه ده؟ وأنا شيخ الكل. يقول الولي بيتطور، يعني تخش عليه تلقاه شاب، تخش عليه بعد شوية تلقاه بقى كبير، تخش عليه يتغير من بشر لحاجة تانية. عديل كذي تطور الأولياء. يقول الملائكة بيستشفعوا لله بصالحي البشر. ملائكة
كلام كثير ومصايب والله الذي لا إله غيره. غير الله يعلم الغيب، غير الله تحلف به في الكتاب ده ذاته اللي هو النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، وده كله كلام يخالف شرع الله تعالى. كيف يكونوا ده الأولياء وكذب يكذبوا على الأمة؟ زول يقول لك الشيخ بيتقلب لأربعين نفر، واحد لأربعين، لو في زول بيتقلب لأربعين باقي لك كان يوم بدر، ما كان الصحابة الواحد يتقلب لأربعين لما الله أمدهم بشنو؟ ملائكة. قال في كتاب ده برع القوم، في ناس بيزعلوا لكن في نحن في النهاية نبين لك الحق، كتاب اسمه لك سلام مني، قال شيخه أحمد الطيب البشير نقل من زاهر الرياض، قال مشى مصر مصر ودخل صعيد مصر ووافق دخوله شهر رمضان، صفحة 40 ل 44 من الكتاب ده لك سلام مني. والطبعة كانت عندي دي 2003، الطبعة الثانية والثالثة 2003، والبرعي مات 2005 عشان ما يقول لك حرفوها بعد مات وكذا، ومات بعدها بسنتين. قال فوافق دخوله شهر رمضان، فدعاه في يوم واحد نحو 40 من تلامذته للإفطار عندهم. يلاقيه ده يقول له الشيخ أنا تلميذ إن شاء الله تجي الليلة تفطر معانا في رمضان ده، يقول لك ويز بجيك. أمي الثاني يلاقيه بغادي من غير ما يعلم ده، يقول له الشيخ تجي تفطر معانا مش مفروض، يقول له عزموني، يقول له بجيك. والثالث بجيك، والرابع والخامس والعاشر والعشرين والثلاثين نحو 40، قال كاتبة كذي كلهم عزمون جد، قال لهم بيكم. قال فلما حان الوقت وغربت الشمس تطور الشيخ إلى عدد تلامذته. الشيخ اتقلب من واحد بقى شنو؟ هاي ثم حضر عند كل واحد منهم. قام البرع يسوى في أبيات، قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، والله كرامات ما بتدعد كالبحر بل أزيد، ولحد ما قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، من واحد بقى كم؟ 40. انت بتصدق كلام زي ده؟ كان بيصدقوا، نحن بنوجع في حليقنا زاي، وكان ما بتصدقوا الزول ده مش كذاب؟ بجوز تاخذ علم من كذاب؟ فالصوفيه ده في النهايه موضوع طويل يا اخي، ما في دين بتاع نوبات في شرع الله، جابوهم براهم. الله قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم شنو؟ بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن شنو؟ القلوب. دي كتاحه قايمه وهيجه وازعاج وبلاوي، لو ذكر لو علم شرعي ينشر ده ما يزعج، لكن كلها دقدقه وبلاوي وتل وكشلوا وكشلوا وجايبيننا بالموسيقى ومداحين، بعد شويه يقلبوا يبقوا فنانين، ما شايف الحاصل عليهم؟ بيلقوا الشغله مشت بيقلبوها طوالي، زي ديلك اولاد الصادق، ديلك امبراطور وما امبراطور والجماعه ديل بدوها مديح، الشغله مشت قلبوها بغادي طوالي، مع انهم رجعوا كويس مشوا كويس، لكن كله شر في النهايه في لخبتوها كذي. وعليهم ربهم في نهايه الامر، الواجب عليهم ان يتوبوا الى الله تعالى وعلى الجميع. فكلها لخبته والله الذي لا اله غيره، مصيغة ومصايب. فلذلك الواجب على الناس ان يتقوا الله وان يعلموا ان الولايه بالايمان والتقوى. انت ذاتك تبقى ولي، هس الليله دي تبقى ولي قبل ما تنوم، بس مؤمن تقي، مؤمن موحد، لا تنادي شيخ، لا تعلق حجاب، لا تمشي لدجال تقول له رايحه وين، لا تعلق كمون في الطفل، لا المراه تقول وحات فلان، ولا الراجل يقول وحات فلان، عقيدتك تبقى في الله نظيفة وتكون تقي، تعمل الأوامر تجتنب النواهي، من يوم الليلة توب، وأي شيء قال لك ده حلال أو ده واجب أو الله أمر به وتعمله سبحانه وتعالى، ده حرمه رب العزة والجلال أو نهى عنه تجتنبه. أنت بتكون ولي؟ أنت قال ولادي أنا ما لقيت الناس أسمه في البلد دي، عشان الزمن تم أو قرب، الناس إذا قلت ألا إن أولياء الله لا بيتذكروا أبا بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا الصحابة، ولا بيتذكروا طوال بيتذكرون شنو؟ سودانيين زي ونين
والسودانيين ممكن تكون ولي السودان، لكن ما ديل ديل غشوك ساي ناس والله غريبين. زول مش ليه دجال يقول ليه شوف ليه الرايحة، وابوه الشيخ كذا الدين واحدي واحدي ذاته ملانة بدع ومصايب فيها طقطقة وشال سبحة ومصايب وبلاو، ويؤذن الأذان ده قاعد في وطه الدجال ده، وده المشاليه يجي الجامع يصلي ويرجع، في داعي ثاني يرجع له؟ الصلى في بيته ده، الصلى في بيته صلاته بكم درجة؟ مش واحدي والصلى في الجامع بكم؟ 27. أبو 27 مش لأبو أبو واحد يا جماعة، ولا مفروض الزول ده يجي وزاته كان في جاية كلها لخبة سايا ناس غريبين، ودخلك في محل أنا لقيتها في اليوتيوب دار أختم لك، لقيتها مش في اليوتيوب، جاب لأي واحد من أخواننا شيخ من مشايخنا أخونا مزمل حفظه الله تعالى، بعدين جاب لي المقطع يا من القطينة وراني واحد أنا أختم لك بيدي، وإن كان الكلام يطول الشيخ قاعد صورة وصوت قاعد ولابس نظاراته وملفح، طبعا بيغشون باللفحة دي بتلف إحدى وده تلقاه يلمع نظيف الشيخ ما شغال لا طلبة لا أي شيء بياض زاي ومرتاح، بعدين يجي قال خاتين البيت قدامه شابة والله شفتها بعيني صورة وصوت، وبيجاي أمها وبيجاي كمرة مرصوصات، بعدين جاب الحوار جا خدت له منقد تاع نار، وجا خدت الحاجة اللي بيسموها بخرة دي ما في بخرة في الدين والله ما في ولا في محايا في دين الله سبحانه وتعالى، ده كله شغل بتاع دجالين زاي. طب ايش ليه محايا يا أخي يشربك لا وهو يمشي الدكتور؟ طب ايش ليه وين الشيخ؟ والله مش الدكتور، ويجي شايل لك كيس بتاع حبوب وحقن يدو حقن الشيخ ذاته ويديك انت محايا، لو هي اصلا بتشفي كان مش دكتور؟ ليه مش دكتور؟ من كلها لخبة زاي، ويموتوا في يموتوا في المستشفيات، تقال البرعي مات في المسجد ما مات في وين؟ مش في سايرون؟ ليه مش المستشفى؟ ده مش سؤال، الناس دي ما بتركز ليه؟ البرعي مات وين؟ لو وصلوا الشغله دي شغلته دي نجيضه كلها لخبطه ساي، فخدت الولد الحوار خدت المنقد ورمى لها الحاجات دي، بعدين البيت خدتها شابه قدامه ده شايل له صوت، بعد ذاك خدت فوق لها شنو؟ على ده نختم، خدت فوق لها بطانيه غوتا ثقيل وغتاه ومشغلين النار جوا وشايل الصوت بديه صوت بتكورك يا جماعه، زول في وضع زي ده ما بكورك؟ خاتمك جوا بطانيه وبخور وصوت بتاع عنج صفجك ويكورك البيت وتقحقح، بس مما قحقحت قال لا ده الجن، يا زول انت مجنون في راسك وزول جوا في 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 دخان ما بقحقح؟ امسك الشيخ ذاته دخله جوا الشغله دي ما بقحقح؟ انت تخش المسلمين يا اخي مع زول خدته في دخان وفوق له بطانيه ما اصله بقحقح، والموضوع ده طويل وكله لخبطه وهوس في نهايه الامر، خلي الطرق دي كلها والجماعات ابقى حر مستقيم وابقى تقي، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.